اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قدرت وقضيت، فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا، برحمتك يا رب العالمين. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا غسلونا، وارحمنا إذا كفنونا، وارحمنا إذا حملونا إلى المحراب ليصلى علينا، وإلى منكر ونكير يسألوننا، اللهم ارحمنا إذا أظلم القبر، وارحمنا إذا فارقنا الأهل، من لنا سواك، من لنا سواك، من لنا سواك يا ربنا في هذا اليوم الشديد، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها ربنا حفرة من حفر النيران، اللهم اجعلنا ممن
قلت فيهم ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد اللهم ولا تجعلنا ممن قلت فيهم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها اللهم يمن كتابنا اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين ولا تجعلنا ربنا من أصحاب الجحيم اللهم استرنا يوم القيامة يوم الحسرة والندامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم قلت وقولك الحق وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربيانا صغارا اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما خاف علينا صغارا كما خاف علينا كبارا اللهم ارحمهما في الحياة وبعد الممات يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعلنا من عتقائك من النار برحمتك يا رب العالمين اللهم احفظ أميرنا وولي عهدنا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر